نور، بمساحتنا الصباحية الأولى رح نتوقف سوا أمام خطر يمكن يهدد أمومة المرأة ويكون البداية لاستئصال الرحم. سرطان عنق الرحم المرض اللي صار بيتردد بأروقة وأيضا بالحالات المرضية بين السيدات. أكيد زينب، أسبابه وكيفية الكشف المبكر عنه، كل الأسئلة هاي رح يجاوبنا عنها الدكتور قحطان الحامد، أخصائي في مجال التوليد وأمراض النساء وعلاجه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلين، صباح النور. صباح اهلا الخير، وسهلا فيك. اهلا فيكم. صباح بالبدايه النور. دكتور، خلينا نحكي عن منشأ سرطان عنق الرحم. هلا هو سرطان عنق الرحم كأي نوع من السرطان، شو يعني نحن بنقصد بكلمة سرطان؟ هو تكاثر غير طبيعي لخلايا الموجودة بمنطقة عنق الرحم، عم تخرج عن الوضع الطبيعي المفروض لها عمر زمني معين، عم تتكاثر خارج هذا الإطار وتؤدي لنشوء السرطان. بالظاهر أحيانا بشكل قرحة بعنق الرحم، أحيانا بالظاهر بشكل كتلة نابتة. هو تكاثر غير طبيعي. شو سبب هالتكاثر غير الطبيعي؟ طبعا نحن في عنا سبب وفي عنا عوامل مؤهبة. العوامل المؤهبة هي الزواج بسن مبكرة، طول فترة العلاقة الزوجية، إذا السيدة تزوجت بعمر ال 16 أو ال 15 لعمر ال 50، هذا فترة طويلة من غير اللي بتتزوج عمر 30. تدني مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، هذا عامل مؤهب. التدخين عامل مؤهب، هدول بنسميهم عوامل مؤهبة. عدم إجراء الفحوصات الدورية عامل مؤهب. الشغلة المهمة بسرطان عنق الرحم المميزة أنه علمياً تم الكشف عن إصابة فيروسية بأحد أنماط الفيروسات اللي احنا بنسميه باللغة العربية الفيروس الحليمي البشروي أو الـ HPV. هذا الفيروس هو مسؤول رئيسي عن سرطان عنق الرحم، وهذا إنجاز كان اكتشاف هذا الموضوع. وجود HPV صار عندي عامل مؤهب للإصابة بسرطان عنق الرحم. هذا يكتسب عادة بالعدوى بالعلاقة الزوجية، بصيب السيدات ما بعد الزواج أو بعد ممارسة العلاقة الجنسية. هذا الفيروس بيعمل هذا الشذوذ اللي حكينا عنه، التكاثر غير الطبيعي بالخلايا. هذا الفيروس مسبب رئيسي له. طبعا له أنماط للفيروس كثيرة، بس في تقريبا 8 أنماط خطرة منه ممكن تسبب لي الإصابة بسرطان عنق الرحم. طيب خلينا نحكي يمكن كيف بيتم الكشف عنه بمرحلة مبكرة لسرطان الرحم. تمام. هلا نحن الشيء اللي اعطانا ميزه بهذا النوع من السرطانات هو مثل ما قلنا الكشف المبكر. انا هي الاصابه الفيروسيه اللي بتعمل شيء بعنق الرحم ما قبل السرطان، بنسميه عسر التصنع. هذا له درجات. لما يصير عسر التصنع بعنق الرحم قد يكون خفيف او متوسط او شديد، بعدين بتقل السرطان. هذا بياخذ عده سنوات. الانتقال من مرحله ما قبل السرطان لحدوث سرطان بياخذ سنوات. المرحله ما قبل السرطان ما لها اعراض، فانا كيف بدي اكشفها؟ بالفحص الدوري. لازم السيده تراجعنا نحن من عمر العشرين سنة، إذا كانت متزوجة نعمل لها شيء بنسميه لطاخة لعنق الرحم، كشف دوري. هاي اللطاخة بتندرس تحت المجهر تشريحيا مرضيا، تكشف لي عسر التصنع. فأنا إذا كشفت عسر التصنع معناته أنا هاي السيدة أمام احتمال بعد 7 أو 8 سنوات أنه يتحول لسرطان. أنا حميت السيدة هون، أنا اكتشفت هاي الآفة وعالجتها بشكل مبكر. فالمراجعة الدورية. أما إذا بدي استنى ظهور الأعراض معناته انا صرت بمرحله متاخره. طبعا شو الاعراض اللي ممكن تشكي منها السيده؟ لنفرض انا ما عملت كشف دوري وممكن تجيني بعمر الأربعين سنه، طبعا متوسط عمر الاصابه هو بعمر الأربعين، ممكن تجيني بعمر الأربعين سنه، ممكن تشكي نزف بعد العلاقه الزوجيه، نزف بعد الجماع، ممكن نزوف بين الدورات تشكي، ممكن تشكي انتانات او التهابات نسائيه معنده على المعالجه، يعني السيده بتكون شكت انه انا عندي التهاب نسائي، اخذت اول كورس علاجي مع كورس علاج للزوجين وعم يرجع يتكرر فترات قصيره. هذا عامل ملفت لنا. الالم اثناء العلاقه الزوجيه عامل ملفت لنا، الالم الجديد يعني ما كان قبل، اللي صار ثانويا بعدين. حس وجود الم حوضي كمان عامل ملفت. هدول الاعراض بس عاده نحن بنفضل نكشفه قبل هي الاعراض. طب خلينا دكتور لكان نحكي عن مراحل العلاج سرطان عنق الرحم، وبس سؤال كمان، هلا ممكن يكون وراثي ولا ما له علاقه الوراثه في القصه؟ هلا في عامل وراثي بالموضوع بس ما تحدد قديش نسبه مسؤوليته. في عامل مؤهب عند الاشخاص، استعداد بنيوي اذا انصابوا بهذا. هلا في نساء بيصيبون هذا الاتش بي في، مو كل سيده اصيبت، اغلب السيدات اللي بتصاب بهذا الفيروس رح يتراجع ورح يصيب، قليل منهم بيضل هذا موجود ضمن جسمهم وبيتادي للاصابه ما قبل السرطانيه ولا سرطان. ففي عامل بنيوي واستعداد من الجسم. اذا صار سرطان انكشف بالاعراض، لما اجتني السيده تشكي من ازعاج والم ودم، نحن صرنا بمرحله وجود سرطان موجود موضعي ضمن عنق الرحم. طبعا نحن بنعمل دراسه كامله، بناخذ خزعه لناكد التشخيص، بنعمل فحص كامل نحدد وين امتداده. حسب امتداده نحن علميا بنصنف السرطان بسرطان موضع داخل البشره، وعندي مراحل اولى وثانيه وثالثه ورابعه. حسب المرحله بيكون العلاج. المراحل المبكره عاده علاج جراحي، بنعمل
الاستئصال للرحم اذا كان مشخص سرطان بمرحله اولى او القسم الاول من المرحله. هذه بيسالك عنها دكتور، يعني ايمتى بيتم استئصال الرحم عند المراه بهيك حالات؟ يعني باي مرحله فينا نقول انه ممكن يتم علاجه ونبتعد عن استئصال الرحم، وايمتى بيتم استئصال الرحم؟ اذا انا عملت الفحص الدوري اللي هو اسمه لطاخه، واحيانا بعد اللطاخه بنقرر شيء اسمه كولبوسكوبي، تنظير عنق رحم مكبر، اذا انا عم بعمله بشكل دوري وكشفت المرحله ما قبل السرطانيه، يكفي العلاج الموضعي اني استئصل القافل قبل السرطانيه موضعيا، ممكن كي بالكي حراري او كي بالتبريد او استئصاله بتكون منطقه صغيره لا تتجاوز مليمتر. فانا اذا كشفت عسر التصنع مسبقا ممكن استأصلها مسبقا، اما اذا هيبك بستأصل آفي موضعيا بحافظ السيده على الرحم، بحافظ لها على انجاب اذا كان في اهتمام بهذا الموضوع. طبعا اما اذا اكتشف سرطان مشخص بآفي سرطاني بمرحله مبكره، الحل هو استئصال رحم بنسميه مع عمق الرحم استئصال رحم كامل او تام، او احيانا شيء بنسميه جذري مع قسم. يتم استئصال المبيضين معه ولا لا؟ حسب عمر السيدة، إذا كان عمرها فوق ال 45 سنة بنستأصل مبيضين. هلأ المراحل المتقدمة من سرطان عنق الرحم الصراحة ما بنقدر نعمل جراحة، إذا أجتني مرحلة ثالثة أو رابعة ما بقدر أعمل جراحة، بنعالج علاج شعاعي وكيماوي. فنحن بنشوف شو الأنسب لحالة السيدة، أي رح يعطيني فائدة أكثر. طب في حالات شفاء تام من سرطان عنق الرحم مرت عليك؟ عندنا عدد كبير من حالات الشفاء. خلينا نحكي كمان على الناحية النفسية، يعني الرحم بالنسبة للمرأة هو الأمومة، فخلينا نحكي كمان أنت كطبيب كيف تتعامل مع النساء أول ما تقول لهم إنه أنتم معكم هذا المرض سرطان عنق الرحم؟ طبعا بالنسبة للشفاء التام كأول شيء، الشفاء التام هو بالكشف المبكر، كل ما أنا كشفت الآفة مبكرا كل ما وصلت لشفاء تام. تمام، نسبة شفاء 100% لما أكشف آفة قبل السرطانية أو السرطان الموضع داخل البشرة استأصلت الآفة نسبة شفاء 100%. فهون بنأكد على السيدات أنه يعني الصراحة أنه لازم يراجعوا بشكل دوري، لازم يعملوا فحص دوري، ما يستنوا ليشكوا من شيء. من عمر 20 سنة إذا كانت متزوجة لازم كل سنة في إلى مراجعة دورية للمراكز الصحية، وهي الخدمة موفرتها الدولة ومجانية. فهذا المؤسف أنه موفرة وموجودة وبس ما عم يكون في وعي للمراجعة. هلأ بالنسبة للعامل النفسي، نحن مربوط بعمر السيدة الصراحة، وإذا أنهت الإنجاب أو لا كتير بيفرق معنا. إذا السيدة كان عمرها صغير ويمكن ما عندها لسه أطفال أو عندها طفل واحد خاصة، ممكن يعني يظهر هذا المرض بعمر مبكر. هلا هو العمر الوسطي 40، بس كل ما زاد وجود عوامل مؤهبه كل ما ممكن نشوفه بعمر 35. هلا عندنا مشكله انه الزواج متاخر، احيانا تتزوج السيده بعمر 35 او 38، يمكن يكون لسه ما في انجاب او انجبت طفل واحد، وقد نتفاجئ بتشخيص افه سرطانيه بالوقت البدئي كثير. هون انا لما استأصل الرحم بحمي السيده. طبعا احنا اذا كشفنا عسر التصنع او افه قبل سرطانيه بمرحله مبكره في اعداد نفسي الصراحه للسيده، ما فيني دغري انا الا نعمل لك استئصال، في اعداد نفسي، في المشوره اللي مقدمه للسيده والتحضير، هذا بتناقش مع السيدة شو الاحتمال وشو الشفاء وشو الأنسب لهي السيدة بالنسبة لعمرها ولعدد الأطفال. إذا كان آفة قبل سرطانية وبدأ إنجاب نستأصل آفة موضعين نسمح له بإنجاب طفل، بيكون معي عدة سنوات، بيكون معي قبل ما تتطور الآفة مع المراقبة طبعا بقدر يعني نوصل معها لإنجاب طفل. فكل حالة تدرس على حدة شو الأنسب لهي السيدة وبتم إجراءه. يعني مثل ما قلنا استئصال المبيضين مع الرحم بيتم حسب حالة أو المرحلة اللي وصل إلى السرطان. طيب دكتور بنسألك كمان سؤال آخر، إنه في كتير من السيدات بيكون عندهم ليف، يعني ظهور داخل الرحم بشكل متكرر، كمان بيلعب دور بالكشف عن سرطان الرحم؟ الورم الليفي هو عادة موجود ضمن جسم الرحم مو ضمن عنق الرحم. هو أغلب الحالات هي أورام سليمة تعمل نزوف، بتعمل نزوف طمسيه، بتعمل نزوف او بين الدورات او نزوف طمسي، وبتعمل عسر الطمس ثانوي او الم اثناء الدوره الطمسيه، ما له مرتبط هو بتشخيص او بحدوث سرطان عنق الرحم. ظهوره المتكرر شو سببه؟ ما له علاقه. الليف هو ورم سليم بيظهر عاده بحاله اضطراب هرموني عند بعض السيدات، شائع هو على فكره وسليم نسبته تقريبا 20% من السيدات ممكن يظهر عندهم خلال حياتهم سن النشاط او التناسلي او فترة الإنجابية. بس هو ظهور إذا كان في ليف وعم يسبب نزوف والسيدة عرفانة عندها ليف، قد يصير معنا بعدين مشكلة بعنق الرحم ما تنتبه لها تقول يمكن هذا من الليف، بس هذا الخلل اللي ممكن يصير. هو الليف ما له مسبب، بس قد يعمل التباس بالتشخيص إنه السيدة أنا بعرف عندي ليف كل فترة بيعمل لي شوية دم بغير وقته، صار شيء جديد بعنق الرحم، هي شو فكرت إنه هذا بسبب وجود الليف. فهي بدها مراجعة دورية دوما، بس ما بدنا أكثر من هيك. دكتور طب السؤال اللي دائما بيسألوه للسيدات أو العالم المصابين واللي انصابوا بسرطان بعد الاستئصال عنق الرحم واللي كان مصاب بسرطان، هل ممكن يرجع ينتشر السرطان بمكان؟ هل في احتماليه؟ بخافوا السيدات دائما من انه اذا انصابوا بسرطان باي مكان يرجع بعد الاستئصال للجسم.
تمام، هذا مثل ما قلنا نحن بنعمل الجراحه بالمراحل المبكره، عاده نسبه الشفاء فيها جيده، تمام. اذا انا استأصلت السرطان كان انتشاره كثير بسيط بمنطقه عنق الرحم، ما زال بالطبقه السطحيه وغير منتشر للحدود الخارجيه او خارج الرحم، هي اللي قلنا بنسميها مراحل. اذا انا كنت بالمراحل المبكره منه فانا بحقق نسبه شفاء جيده. هلا انا احيانا بتشخص السرطان للاسف بالدول الناميه نسبه الوفاه من السرطان 80%، بينما بالدول المتطوره نسبه الوفاه منه قليله كثير لانه بتشخص بكير. فانا اذا شخصت مرحله رابعه هو اصلا انتقل قبل ما انا اتدخل، احيانا بيكون عامل انتقال لاعضاء ثانيه، هون عاد بتخف نسبه الشفاء شوي. يعني حسب المرحله وين الانتقال موجود هذا بده يدرس. اما اذا انا قبل ما يعمل انتقالات انا بكون نسبه شفاء كثير جيده. طيب دكتور، شو الاخطاء الشائعه بتلاحظوها انتم الاطباء بخصوص هيدا الموضوع؟ اذا فينا نقول يعني في اخطاء شائعه دائما بتكون عند المراه معلومات يمكن غير دقيقه او خاطئه. أهم شيء هو مثل ما قلنا عدم وجود وعي أنه نعمل مراجعة دورية وكشف مبكر. هذا لكل سيدة متزوجة. فيني نعطي مثل صغير مشان السيدات يفهموا علينا. مثلا شخص بيشتغل سائق على سيارة على خط سفر يوميا 16 ساعة خلال 20 سنة، هو معرض لحادث سير أكثر من شخص ما عنده سيارة أصلاً وما بيسوق سيارة. فالسيدة المتزوجة اللي عم تمارس علاقة زوجية طبيعية على مدى طويل من السنوات لازم تعمل كشف دوري قبل حدوث أعراض. تمام، هذا أهم نصيحة إنه نحن فينا نكتشف هذا الموضوع وفينا ندخل بوقت مناسب. نعم دكتور قحطان الحامد، شكرا لك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، وإن شاء الله السلامة لكل السيدات، ودائما مراجعة الطبيب المختص. يعني نقول الوقاية خير من العلاج. بالضبط، أكيد أكيد. نتشكرك دكتور، ومثل ما قلتي زينب نتمنى كمان الشفاء لجميع المرضى. أكيد.